ربك يصلح حالك اعرف دينك عايز دنيا يفتح حالك اعرف دينك عايز حكمة ورحمة وجنة عايز حكمة ورحمة وجنة عايز تجمع دنيا وآخرة اعرف 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يحق الحق بكلماته، والصلاة والسلام على من ختم الله به رسالاته سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى محسنا بهديه إلى يوم يجد فيه كل امرئ حسناته وسيئاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دقيقة واحدة أستاذ عصام بيقول لي إيه النهاردة المثل الرابع من سورة البقرة، قلت له بكرة، وطلعت له الموضوع كتبه وحطه في جيبي، لأن موضوع النهاردة استراحة من الأمثال. بكرة إن شاء الله معادنا مع المثل الرابع من سورة البقرة أو كصيب من السماء. موضوع النهاردة شوطة، شوطة. فاكرين شوط الفراخ؟ لما تيجي شوطة تاخد الفراخ كلها، شوطة. وحيتبين لحضراتكم ايه سر اختياري لكلمة شوطة. احنا كلنا الا من رحم الله بنقول محدش يستاهل. قبح قبح، محدش. انا مش هناقشك واقول لك ان في حد يستاهل، لان انا مؤمن بان احنا كلنا مكويين، بالعاميه اكتر ملدوعين، من قرايبنا ومن جيراننا ومن ارحامنا ومن زملائنا ومن كل الله اللي عشرناهم وطلعنا بهذه الريزالت، النتيجه ان ما حدش يستاهل. يعني حتى في الجوازات بقى محدش يستاهل. اللي اتجوزت وزواجها ما استمرش، مش عايز اقول كلمة تانية خايبة، محدش يستاهل. خربت الدنيا كده. أنا مش هناقشك، أنا مش هقول لك لا يستاهلوا، عيب. أنا اسمي على الورق أستاذ، بلاش الحقيقة بتزعل الناس. أنا على الورق أستاذ أساتذة، فما يصحش أدوخك أو أناقشك في قضية خسرانة مناقشتها. اعتقد ما شئت. اللي سيادتك شايفه يا فندم براحتك، ولكن إيه؟ اعرض هذه المسألة على الفكر الديني بقى. الفكر الديني قال ان احنا بنعمل الخير للناس. الاجابه لا. نقرا القران بهدوء، وبعد القران ناخد السنه النبويه ونطلع بفايده اسال الله ان تتحقق. اخر ايه في سوره المزمل رقمها 20، وضعها على الشمال قبل المدثر، ربنا يقول في آخر كلماتها وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا لإيه؟ لأنفسكم. الله، ده ما جابش سيرة الناس. يبقى تطلع من أول آية هقراها، لسه في آية تانية، إلى إن حضرتك بتعمل الخير
لنفسك. فعايزك تكمل العبارة، محدش يستاهل بس أنا أستاهل. تستاهل إيه؟ رحمة ربنا. أنت ما تستاهلش رحمة ربنا، لا تبقى المعجنة بقى على أصولها. أنت شايف نفسك تستاهل إن ربنا يبعدك عن النار ويدخلك الجنة؟ يبقى اعمل الخير لنفسك ابتغاء مرضات ربك الذي أمرك بفعل الخير. تعالوا شوفوا صورة الإنسان آية تانية. إيه؟ أما ربنا يتكلم عن الأبرار، الأبرار دول اللي هم بلغوا القمة في الصلاح، القمة، يقول ربنا يقول ويطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لأنكم تستاهلوا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، سواء كنتم تستاهلوا أو كنتم ما تستاهلوش. الأمراض النفسية هتخف الليلة بإذنه، العلل اللي جوانا والقهرة، وإحنا طبعاً ما نتوصاش، إحنا صناع نكد. والله أنا أسأل أمام الله عن هذه العبارة، إحنا بندور عن نكد فين نجيبه؟ مش بنسده نبعد عنه؟ لا، في ناس ما تنفعش تعيش اللي هي بتنفخ، ناس حدش يستاهل، ما يستاهلوش، انت اللي تستاهل. هكررها كتير، ما حدش يستاهل بس انت تستاهل تنجي نفسك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، يعني احفظوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يمين التحريم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليلة المعراج عندما عرج بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قابل ملكا كل الملائكة تبتسم في وجه سيدنا محمد إلا ده صلى الله عليه وسلم. فسأل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخاه جبريل عليه السلام وقال ما لهذا الملك الوحيد الذي لم يبتسم في وجهي؟ فقال له جبريل عليه السلام لو ابتسم لأحد قبلك لابتسم لك، إنه مالك خازن النار. يبقى خازن النار اسمه إيه؟ بعيد عنا أجمعين، اسمه مالك. خلق ربنا لا يبتسم ابدا. شوف النار فيها ولعه وفيها دخان وفيها حميم، يعني زيت مغلي، اعوذ بالله، وفيها اكل من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وفيها ظل لا ظليل ولا يغني من اللهب. ربنا نسأله أن يجيرنا منها، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أنت تستاهل تبعد عن ده، تبعد عن مالك، تروح لرضوان، تنادى من باب الريان، تنادى من الأبواب الثمانية للجنة، ادخل من أيها شئت. بإيه؟ باللي أنا بقراه ده،
إنما نطعمكم لوجه الله. مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، آية البقرة على اليمين، ابتغاء وعيون الناس، لا طبعا سواد عيون الناس، أنا نسيت كلمة سواد معلش. ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الناس، لا لا ما فيش في القرآن كده، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. الناس دي مش واردة خالص. قبل الفاصل بتاعي ما يجي وأنا قلت واقترحت ونفذنا إن إحنا ناخد الفاصل الأولاني مادة علمية عبقى لشيء من السنة النبوية عشان تعرف حدش يستاهل موقف الإسلام منها إيه. اعرف دينك إن شاء الله ما عنهم يستاهلوا، أنت تستاهل. أنا قلت هكررها كتير، ذاكر مع نفسك كده وقول أنا أستاهل. ما حدش يستاهل، أنا أستاهل، أنا أستاهل وزحزح عن النار. أنتوا عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال في مكة إيه في سورة محمد؟ سورة محمد في مصحفي أنا على الشمال، إيه اللي بالصفحة يمين؟ وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قريتك التي أخرجتك، مكة أخرجت، أخرجت، وطبعا قرية مكة ما أخرجتش الرسول، أهليها يعني، بنعبر عن الناس بالمحل بتاع الناس. بعد سيدنا محمد ما بكى وخرج من مكة باكيا، فهي وطنه ومولده ومربعه ومنشأه وخديجة وذكرياته، ها؟ أصاب قريشا شدة، المطر بطلت تنزل، كانوا بيوصوا للجو يلاقوه دخان من الجوع وكلوا العظم، وجمعوا كفرة وجمعوا وقالوا لا احنا نبعت واحد لمحمد يدعينا. شوف الكفرة يا اخي، الناس دي تحير اللي ما يتحيرش، لا اله الا الله. طب ما انتوا عارفين محمد دعوته مستجابة، ما تؤمنوا طيب؟ لا، ابائنا دين ابائنا غالي علينا، واسع جدع. وبعتوا له واحد مشهور جدا اسمه ابو سفيان، وكان يومئذ على شركه، وراح للنبي عليه الصلاه وقال له نسالك بالله والرحم هلكنا، فادع الله لنا كي يسقينا. النبي راح رافع ايده، سيدنا محمد حبيبي الا رسول الله اللي انا مش عارفه. قبل ما تكتب الا رسول الله اعرفه، احنا بنغني، اقسم بالله بنغني، اللهم اسقهم، فنزل المطر وشربوا واخضرت الارض واكلوا. السؤال، هل كان اهل مكه يستاهلوا؟ رد عليا يا حاج، اهل مكه كانوا يستاهلوا؟ ما يستاهلوش، كفروا به صلى الله عليه وسلم واخرجوه من احب بلاد الله الى الله واحب بلاد الله اليه، فلما اشتدت بهم الحياه وسالوه معونه، هي الدعاء لهم، دعا لهم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. كيف يتحقق فيه قول الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين؟ تعال شوف تاني اثر تاني وحديث تاني عشان تعرف الخيبه اللي احنا فيها. حدش يستاهل، حدش يستاهل، عشان تعرف الخيبه اللي احنا فيها. وكأي من خيبات نحن فيها، يعيننا ربنا ونعدل.
أما جه يتكلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن حق الطريق وإن الجلوس على الطريق للضرورة يجوز، إيه البيت ضيق بتاع حاجة مصلحة هتخلص، قال من حق الطريق. أنا مش عايز أقول الحديث كله، ما فيش وقت عندي. بص، ورد السلام على من عرفت ومن لم تعرف. سيبك في اللي انت عارفه بقى، اللي انت ما تعرفوش ده هل تعرفه يستاهل انك ترد عليه السلام؟ ما تعرفوش لكن سلم عليك ترد. وحديث ثالث ان رواه مسلم في صحيحه على صفحة العالمين عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. من أحب الأمور في الإسلام إنك تقول للبيبول بي باتنين تقيلة السلام عليكم، زكى محمد أمك إزايها، ما أنت عارفه هو يستاهل. في واحد تاني لا أنت عارفه أم محمد ولا جورج ولا يستاهل ولا ما يستاهلش، تقول له السلام عليكم. ده منهج سيدنا محمد إلا رسول الله. ما تعملي زيه يا بيضة، ما تعملي زيه يا بيضة. أنا قلت لن أناقش حضراتكم وأقعد أدافع عن الناس بقى وأقول يستاهلوا وأنت اللي بتهيألك، ده كلام كله مش هيفيد. اللي هيفيد رأي الدين في قولنا ما حدش يستاهل. أوك بط، ولكنك أنت تستاهل، فاعمل الخير لنفسك. هقول لكم على معلومة. بكنوز يعني، هو احنا في الزكاة، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، الزكاة مش كده؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. التمن أصناف، ما أقراها لك تاني كده غلط. إنما الصدقات للفقراء المستهلين والمساكين اللي يستهلوا. النبي ده كلام، ده قرآن؟ لا، الفقراء غير مقيدة بوصف. ندخل سن علم بقى، سن علم يا جماعة، يا بتوع زمن العلم والاعتراض على العلم. فيه على فكرة رسالة ماجستير لأستاذة وباحثة ربنا يوفقها في الدكتوراه اسمها جميلة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واخدها سنة 2021، اسمها صرف النهي عن التحريم في أبواب معينة في الفقه. يعني إيه؟ يعني ما يجي أسلوب فيه نهي. جماعة أصول الفقه اللي أنا درستهم وعجنتهم وخبستهم وامتحنت فيهم ونجحت فيهم بيقولوا الأصل في النهي التحريم. هي البناية واخدة إيه اللي يخرج النهي عن التحريم؟ يعني جابت حديث مثلا، وعندكم مثال من رسالتها صفحة 74، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يضع نهيه أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. البنية كتبت النهي هنا ليس للتحريم، يعني مش حرام إنك تقوم من النوم وتحط إيدك في الطبق وتاكل. لا، ما هو قال لا, 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 لا يضع أحدكم يده في الإناء حتى يغسلها. واحد قايم من النوم، معنى الحديث يعني لما تقوم من النوم اغسل إيدك. أنا قربت على الفصل، اغسل إيدك قبل ما تحطها في الإناء. قالت القرينة اللي منعت النهي ده عن التحريم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فهو شك، والأحكام الشرعية لا تبنى على الشكوك. اعرض الكلام ده على الجماعة بتوع تكوين والجماعة بتوع تلحين والجماعة بتوع يما القمر على الباب، هتسمع خيبة. بعدوا عن الخيبة وتوبوا إلى الله مولاكم. فاصل ثم نواصل، فانتظرونا.
ارحب بحضراتكم من جديد. ومعنا اتصال الاستاذ عمر الجيزه. الو استاذ عمر. الو. ايوه. ازيك يا استاذ مبروك؟ ربنا يسترك. بحب حضرتك جدا والله. الله يحبك بنداه وكرمه. ربنا يبارك لك. انا عندي 18 سنه والثانويه عامه في ثالثه ثانوي. اتمنى حضرتك تدعي لي انجح باذن الله. ولكل مجتهد يا رب. ولكل مجتهد. الله يبارك لك والله. حضرتك انا في حكايه عاوز احكيها لك بس. تفضل. على اختي. تفضل. حضرتك اختي قاعده في الصعيد وحماها وحماتها مزنين عليها جدا في كل حاجه، وجوزها بيشتمها وبيضربها، ولدرجه ان هي مش حتى بتشتكي لابوها وامها، ان هي بتقول لهم جوزي بيعمل كذا ولا كذا، مش قادره تقول لهم. بسبب ايه؟ فجي بعدين جي بسبب بعدين ايه؟ بسبب ايه؟ بسبب ايه؟ انا سمعت بسبب اللغز. لا هم ما فيش لغز، هم يعني هم بيتعاملوا معاها بالطريقه دي من بدري. يعني ابو 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 ابوه وامه جايز، لكن هو كمان معاهم. كان بيخطبها. أوه. كان بيخطبها ليه؟ كان عايزها. كان عايزها يتجوزها ليه؟ يعني المفروض هو بيحبها ومحترمه بيحبها، هو دلوقتي يبقى المفاهيم اتغيرت بسبب ابوه. يعني هي عمر هي خلفت. مخلفها. الرابع جاي في الطريق. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تحافظ قدر الامكان على الضنا، وبالذات في زماننا. ففي زماننا اللي ما فيش حد فيه بيستاهل، الست بتطلق هي وعيالها. ما كانش زي الاول الطلاق اللي هو مقرر على الثانوية عمر الأزهرية. طبعا. فك عقدة النكاح. يعني لو واحد مربوط فك العقدة دي يبقى اسمه طالق. الزواج رباط، فيجي نفكه بانت طالق، بقى الطالق. لكن الأولاد في الذمة وفي الضمير والنفقة والسكنة والحضانة وأجرة الرضاعة لغاية لما يستقلوا بحياتهم. ده المسلمين. إنما الفرق علوز اللي زينا مع الأسف يعني ما بيعرفوش الكلام ده. يعرفوا الست كويسة نكرم العيال. حصل أي مشكلة، مش مهم مين اللي غلطان، بيننا وبين الست يبقى هي وعيالها تغور كده بالمفتشر، ويطلع بقى على القهوة يقول محدش يستاهل. يعني عمل لها من خيار. فهي نصيحة ليها ولكل واحدة. علينا شيء اسمه معرفة طباع الناس، لأن أحيانا البني آدم بسذاجته بيحط نفسه في مشكلات كبيرة جدا. أنت عارفة إن دي بتضايقي حماتك وحماكي، بلاش تعملها، بلاش توريهم وشك. خليكي مع النغنوغ اللي أحبك ده. وهو عارفة ان هو برضو وارث بعض العادات والتقاليد وبتاع، ما تعمليش اللي يضايقه قدر الطاقة من اجل الرابع اللي جاي، من اجل التلاتة اللي جم والرابع اللي جاي. دي نصيحة اب وجد لكل فتاة، سواء لسه ما تنيلتش على عينيها او تنيلت وجاب التلاتة والرابع جاي. نحاول بقدر المستطاع نبعد عن اللي يجيب ضرب وإهانة وشتيمة وقلة أدب. أستاذ محمد من الشرقية. أهلا أستاذ، حضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. الله يخليك يا دكتور، الله يديك الصحة، الله يبارك فيك. كل سنة وحضرتك طيب. كل السنة وأنت طيب. الله يخليك يا دكتور، الله يديك الصحة. كان الله يبارك لك، كان عندي سؤال كده كنت عايز أسأل حضرتك فيه يعني. اتفضل يا محمد. دلوقتي أنا باخد معاش من والدي بقالي دلوقتي 3 سنين. تاخد معاش منه؟ والدي متوفي، فباخد المعاش من والدي. باخد معاش والدي بقى. انا سمعت معاش والدي متوفي، سمعت فباخد من معاش والدي يعني تاخد من جيبه. انا سمعتها معاش من والدي يعني باخد من جيب ابويا. لا والدي متوفي. فالمعاش طالع لاختي ووالدتي وليا. طيب
دلوقتي اختي اتجوزت فاتشالت طبعا من المعاش الحمد لله. ففي والدتي واني. ايوه. دلوقتي انا رحت اشتغلت في شغلانه من حوالي نقول سنه. طيب. اشتغلت شهرين وسبتها. كويس. رحت واحده ثانيه ماشي اشتغلت برضو شهرين ورحت جاي سايبها. الثالثه بقى اللي انا فيها دلوقتي ديت قالوا لي يا ابني احنا هنأمن عليك. فقلت له انا دلوقتي باخد معاش من والدي فاني مش عايز يتأمن عليا. تأمين اللي هو اجتماعي. ايوه. فدلوقتي وانا واحد زميلي وانا بتكلم معاه قال لي طب ما انت كده حرام عليك لان انت دلوقتي يعتبر بتجمع معاش اللي هو من والدك دي بدون وجه حق. انت المفروض ان دلوقتي السبب في يعني اللي منع التامين عليك ان انت المعاش. قلت له اه ما انا مش عايز تتامن عليا عشان المعاش. ايوه. لانني ممكن ما استقرش في الشغلانه برضه يعني ممكن الشركه يعني بيحصل في الشركه اي حوارات يعني كلام يعني شرعا مش يعني لان شغلي المفروض ان انا بمضي على الاوراق وامضي على الحاجات لازم يعني اتحرى فيها الدقه في الشرع شويه. ايوه. فبيحصل بقى مثلا الحاجه دي مش مطابقه المواصفات لا امضي لا ما تمضيش طب انا مقدم استقالتي طب انا ماشي فحته الاستمرار دي في الشغل اصلا ممكن انها تبقى ايه يعني مش وارده. ايوه. فدلوقتي انا اللي لما رفضت التامين عليا انا عندي حرمانيه ولا لا؟ ايوه كلام صح. لو انا عندي حرمانيه الفلوس اللي انا صرفتها بقى الفتره اللي فاتت دي ايه موقفها معايا ولا ايه؟ حاضر. الكلام صاحبك ده حيهولي يسلم لي عليه وكلامه صحيح 100%. وعشان ما عيدش اللي قاله لك تاني جعل المعاش لابن المتوفى اللي هو حدث صغير لا يستطيع ان يعمل وابوه كان بيشتغل او القانون بيقول ابن المتوفى الصغير. وديك قلت النقطه كي اتجوزت معنى اتجوزت بقالها راجل يصارفها عليها يبقى تسيب معاشها لواحده تانية بنت راجل تاني الله يرحمه طلع معاش وولاده بياخدوا من بعده وبنته ما اتجوزتش. لكن احنا عندنا اللي زي حضرتك ما دام مسك شغلانه خلي بالك فيه نقطه قبل ما انساها واقعد انا بقى بقلب كل اللي جوايا واتعب وانا مش ناقص تعب ان جايز جدا احساسك يا محمد بان ليك معاش يخليك تستهون بالشغلانه لو مالكش معاش كنت تعض على الشغلانه بايدك واسنانك واحنا عايزينك تعض على الشغلانه بايدك واسنانك لان دي مستقبلك وان شاء الله تفتح بيت بعد كده وان شاء الله ربنا يرزقك بثلاثة والرابع جاي تصرف عليهم وتربيهم احسن تربيه فيبقى اذا لا يصح. الفلوس اللي انا صرفتها وانا باخد مرتب من وظيفتي تنفق في سبيل الله للفقراء والمحتاجين. نعم. استاذ حمدي من الجيزه اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ انا بحب حضرتك جدا والله وبتفرج على حضرتك كل جمعه وسبت والله. ربنا يسترك. الله يسترك يا رب. أؤمر. كان عندي سؤال بس انا صاحب ورشه خشب. تمام واشتريت من تاجر الخشب بضاعه 10 متر خشب. من 40 يوم من دلوقتي يعني قبل العيد 10 ايام تقريبا. فاشتريتها وليكن المتر سعره 20,000. بقى 25 دلوقتي. لا دلوقتي بقى 19 ونص ريح 500 أي. جنيه. اي سؤالك ابيعه بربح اللي اشتريته بيه ولا بالجديد؟ لا هو انا بطالبه ان هو يعمل لي تخفيض لان البضاعه دي اجل بدفع له كل شهر تقريبا جزء يعني كويس يعني مثلا عادي 100,000 بدفع له كل شهر. يجوز جدا اللي انت اشتريت منه انت حر انت وهو يسامحك. هو بيقول لي لو انا نزلت لك ايوه هو بيقول لي لو انا نزلت لك هيبقى ربا. ربا ايه؟ ده كلام ما في حاجه اسمها الاقاله من البيع اساسا. ربا ايه؟ في واحد اشترى حاجه وجات لها جائحه وجات مصيبة عليها يروح للي باعها له يقول له أقلني يعني فكيني من البيعة يديله فلوسه وياخد بضاعته وده من الهدي والسنن المؤكدة كمان زي بقريبة إيه اللي رباها. وبيقول لي لو مثلا نفس الموضوع بس لو عشان البضاعة آجل يعني بيدفع له كل مثلا 10 أيام جزء فبالتالي بيقول لي لو رفعت لو أنت خدتها وبعد 40 يوم رفعت ومش هقدر أزود عليك لأنه ربا. لا ابدا الزياء يا حبيبي انا كنت عايز اقول لك الكلام ده من الاول. انا اشتريت ب 10 وحطيت هامش ربح 1 ب 11 جه اللي اشتريته ب 10 بقى ب 20 وبيتباع ب 24 ابيع ابو 10 ب 24 الاجابه لا تبيعه ب 11
لغاية لما توصل للي انت اشتريته ب 20 تبيعه ب 22. يعني هو لو تمام صح كده، يعني هو لو نزل اللي هو 500 جنيه ما يبقاش انا عليه ربا، ما يبقاش ربا ولا حاجه، لا ما يبقاش حاجه ابدا، ينزل عليك ان شاء الله الثمن كله. اهلا وسهلا استاذ علي من المحله الكبيره. السلام عليكم. المحله الكبيره ولا محله روح؟ المحله الكبرى. يعني مش محله ابو علي؟ لا لا المحله الكبرى. طب انت عارف ان عندكم محله اسمها محله ابو علي؟ ايوه طبعا على بعد يعني حاجه بسيطه على طول. ومنها طبعا ومنها طبعا ومنها على بشان ومنها على بيله وعزبه الساعي، وانا من هناك. تمام. ويا ما سافرت من ابو علي. اولا نبلغ سعادتك حبنا وتقديرنا. ربنا يسترك يا حبيبي. ربنا يسترك. اتفضل يا علي. مغرمين بسماح حضرتك. الله يسترك. وانت قمه من قمم الاسلام في مصر، حفظك الله ورعاك. الله يحفظك. اتفضل يا فندم. ربنا يجبر خاطرك. سامعها سامعها. اتفضل. هل يجوز شرعا؟ هل يجوز شرعا إقامة شاب هل يجوز شرعا إقامة شاب مع أرملة أبيه وهي ليست أمه؟ يا نهار أبيض. مع أرملة أبيه ولا تنكحوا ما نكح آبا. مش زواج، مش زواج، الإقامة في شقة. يعني يا حبيبي يعني أنا كنت لسه، سيبني بس أكمل. أرملة أبوه أخت أمه، مش هيتجوزها ليوم القيامة، يعني من المحرمات عليه. صحيح المحرمات زي الأخت من الرضاعة لا يجوز الاختلاء بها، وزيها امرأة الأب لا يجوز الاختلاء بها وإن كانت محرمة زيجتها عليه، لكن لا يجوز أن يختلي بها. لكن إذا كانت الضرورة موجودة وال هو أقول لك لا يجوز الاختلاء بها. نعم لا يجوز الاختلاء بها. الله يسترك الله يسترك. استاذ وحيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ ربنا يسترك يا وحيد بيه. كل عام وانت طيب بايام مباركه ان شاء الله. كل عليك وعلى المسلمين وعلى شعب مصر. اللهم امين يا رب. كل وربنا يرخص قوت المسلمين وقوت المصريين. اللهم امين يا رب. انا ليا سؤالين. اتفضل يا فندم. أول سؤال، لو الإنسان بيسعى في سعي احتياج الناس، يعني واحدة مثلا جوزها مات معاها عيال أسمة، أو واحد برضه مريض ومش لاقي ما عندوش معيشة وأبوه ميت أو أمه، ويوصلهم للتأمينات ياخدوا المعاش بتاع أبوه، هل أجره عند الله إيه؟ كويس إنك ما سألتنيش على أجره. السعي في احتياج الناس. هقول لك. أيوه. قانون السعي في احتياج الناس. حاضر. قانون حاضر. قانون الإسلام اللي عمل عمل يستحق عليه أجرا من الناس، فلوس يعني. يعني أنا رحت أخلص اليتامى ورقهم، أترفق بيهم في إن أنا أخد منهم 20 جنيه 30 جنيه، أنا ورايا بيت وعيال، وقمت بعمل. قانون الإسلام من أسدى إلى الناس عملا استحق عليه أجرة إلا أن يتطوع. المتطوع ده وحتى اللي بياخد أجر يبقى أجره ثابتا عند الله تعالى. وانت سألت سؤال إجابته هتفرح حضرتك وهتفرح ملايين المشاهدين. شفت أنا سكت شوية إزاي عشان أفتح القلوب للفرحة. أجر هذا العمل لا تكفره صلاة ولا صيام، يعني فيه ذنوب بقى لا يكفرها إلا قضاء حوائج الناس. فأبشر بالخير كله مبتغيا وجه الله. واوعى تقول محدش يستطهى الله، محدش يستطهى الله، قول أنا أستاهل. ده أنا من الحاجات اللي بشكر عليها أستاذة الإذاعية منال بيتيك السودانية الأصيلة الأخت الشقيقة، إنها ذكرتني بما قلته في حكيم ابن حزام رضي الله عنه، كان إذا خرج من بيته صباحا ولم يجد مسكينا على بابه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون.
كان بيعتبرها مصيبة انه يفتح الباب يلاقي الشارع فاضي وما فيش حد مستنيه ياخد منه درهم تمرايه، لانه انت بتقدم له التمرايه انت بتقدمها لروحك. وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه يستاهل او ما يستاهلش، ما تنشغلش بالمساله، خلي الامراض النفسيه اللي عندنا تروح بقى. ها فاصل وبعده نواصل إن شاء الله، فانتظرونا. بنرجع ومعنا أم آية من الجيزة. الجيزة دي واسعة قوي، منين في الجيزة أم آية؟ راحت أم آية. طيب أنا كاتب عنوان يساوي الدنيا كلها، أقسم بالله، ولسه العنوان جايني حالا. متى يضيع ثواب العمل الصالح؟ شو بقى العمل الصالح منه انك تبرع بمليون جنيه، مليون مليون. العمل الصالح انك تعين تشيل تساعد واحد، العمل الصالح انك تدي واحد حته ارض تبني لواحد بيت، العمل الصالح تربي واحد مش عارف ايه بتاع. الاجابه يضيع ثواب العمل الصالح إذا نوى به العامل غير وجه الله. يا الله عم انت بتعمل الكلام ده ليه يا حاج عبد الحفيظ؟ والله يا جماعة دول ليهم فضل عليا. انت بتسدد الدين بقى، انت بتعمل كده ليه يا حاج عبد الرحمن؟ والله الناس برضو تفتكرنا يعني. راح يا حاج. مين اللي ثواب عمله الصالح يبقى؟ اللي يقول لله انما نطعمكم لوجه الله. وبيني وبينكم على ما روى ورش وقالون، اعتبار العمل لوجه الله ده يريحك نفسيا جدا، لان الناس زي انت ما قلت، زي انت ما قلت، ما يستاهلوش. انت بتعمل العمل الصالح للي يستاهل، الله يستحق ان تسمع كلامه. واول ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، يعني مصير الأعمال وثوابها وعقابها بالنية التي محلها القلب. ففوق وانتهز ما بقي من عمرك واعمل الخير لوجه الكريم سبحانه وتعالى. يبقى السؤال تاني والإجابة يا شطار، متى يضيع ثواب العمل الصالح؟ الإجابة إذا قصد به غير وجه الله. في حديث مشهور جدا بيقول إن في قارئ قرآن وكريم وشهيد عند الناس، يعني الثلاثة داخلين جهنم. إزاي يا رسول الله؟ اشرح لنا. قال يقول الله للملائكة خذوا هذا القارئ القرآن وأقذفوه في جهنم. يا رب رأيتي؟ يقول الله له كنت تقرأ ليقال قارئ وقد قيل. نجي للي صرف الملايين، ربنا يقول للملائكة خذوه للنار. أنا كنت بدي عبادك، كنت تعطي ليقال كريم وقد قيل. يجي بقى واحد تاني بقى اللي هو مات في سبيل الله في نظرنا، وعملنا له باسمه حاجات
يوخذوا النار. أنا جاهدت بسبيلك ليقال شجاع، قاتلت ليقال شجاع. نعم. أم آية رجعت تاني، أهلا وسهلا. ليقال شجاع، نعم. لها نصيب. هنستناك بقى يا أم آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة كل ثانية وحضرتك طيبة. الله يستورك كل لحظة وطرفة عين. يا رب اللهم آمين. أنا عارفة أن سؤالي دلوقتي يعني هيبقى بالنسبة لي مصيري، بس أنا خدت فيه قرار، بس نفسي حضرتك تطمني. أنا كان نفسي حج، فاتعرض عليا تأشيرة الزيارة ونروح نقعد من دلوقتي في حتة في مال العزيزية لغاية ما الحج، ونحج بقى وإحنا ونصيبنا ربنا كرمنا. سلكاوي. سلكاوي. والله انا افتيت وانا في ابها، وزمايلي يشهدوا علي الحمد لله لسه عايشين. وكنت عضو هيئه تدريس في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه، وحجيت 1414 ووافق يومها عرفه يوم جمعه، ورحنا حجينا نظامي وقانون المملكه العربيه السعوديه المحترم، الواحد ما يحجش حاجة تانية إلا بعد مرور 5 سنين. فجون بعض الأساتذة الدكاترة لقوا واحد بيحججهم سلكاوي، يعني بدل ما يمشي في الطريق المرصوف يلف في الرملة ويهرب من الشرطة ويحججهم. قلت الحجة بطلة، وما زلت على فتوايا حتى ألقى الله. الدين ما فيهوش احتيال. لا، هم هياخدوا فلوس، وهم ياخدوا فلوس دي زور واسم وعدوان وغير مشروع. الفلوس اللي تدفع تدفع للحج، اتدفعت للزياره خلينا في الزياره، والحج ربنا شاله من علينا، قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيل. تعال انا احججك واقعدك واخليك قاعد هناك لغايه لما تيجي وانت ونصيبك زي ما قلتي. ده فكر ديني، ده التزم بلوائح الدوله اللي عندها البيت الحرام، التزم بالنظام بالقانون بالشريعه. اسال الاعمال بالنيات. انا ناوي حج، معايا واجب علي احج، ما معيش مش علي حجي اصلا. لا اله الا الله، وهي بالعافية سلكاوي. لا بس هذه الخلاصة. يعني عايز أقول حاجة طلبتها مني الأستاذة محاسن حنفي الزميلة العزيزة اللي زاملتني 30 سنة في صهاج، وشيء إلهي كده، أقسم بالله إلهي. كنت اقول لها ولزميلتها، اقول لزميلتها استاذه ماجده استاذه كذا، هي اقول لها ستنا محاسن لله ما اعرفش ليه. المهم خاطبتني وقالت ارجوك اتكلم عن العده، لان في بلدنا، يعني في احدى المحافظات، في فتاوى طلعت الست الكبيره ما عليهاش عده لما يموت جوزها. ووعدتها خيرا، وأقول في خلاصة العدة الكبيرة عليها عدة، اللي عندها 150 سنة ولسه عايشة ومات جوزها عليها عدة، بقت 300 سنة وربنا ادها الصحة وعليها عدة، والكتكوتة عليها عدة، والشابة عليها عدة. عدة المطلقة 3 أشهر، عدة اللي مات جوزها 4 أشهر و10 أيام. مين الوحيدة اللي ما عليهاش عدة؟ المطلقة قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. افرض واحد كتب كتابه على واحدة وما دخلش عليها، والأجل جاله ومات الله يرحمه، عليها عدة ولا ما عليهاش؟ عليها 4 أشهر و10 أيام. ده ما شافتوش، عليها. ده ما دخلش بيها، عليها. وتورثه، مع ان اللي عملت له بيضتين مسلوقين ولا اكلته ولا فطرته. دي بالنسبه للعده، وهي التربص في البيت وعدم الخروج منه الا للضروره، وعدم الاحتداد الا عند الحسن البصري الذي لم يرى وجها للاحتداد.
أقول ما تسمعون وأعذكم بالمثل الرابع من سورة البقرة غدا إن شاء الله تعالى، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبحسن الوعظ تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب، لكم من التحية وخلص الدعاء بصلاح البال والحال حتى يجمعنا الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله 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 يا الله 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 يا الله، عايز ربك يبقى في صفك تعرف دينك، ولما تنادي تلاقيه جنبك تعرف دينك، عايزه دايما يرفع قدرك تعرف دينك تعرف دينك. الله 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 يا الله 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 يا الله، عايز ربك يغفر ذنبك تعرف دينك، عايز دايما يرتاح قلبك اعرف دينك، عايز سيدنا النبي يحبك اعرف دينك.